السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات متوقعة لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا حسب عنوان الفيديو. عندنا النهاردة فيديو بيخص الكراش، يعني حد انت معجب بيه او هو معجب بيك. هنشوف تحليل شخصية الانسان ده او الانسانة دي. طلبا لرغبات المشتركين طلبوا مني اني ما بعملش بالاحرف، اعمل بالاحجار او بالحاجات اخرى، واللي عاوز احرف هتلقوا الاحرف تحت في صندوق الوصف. تمام. اصحاب المجموعة الاولى القلادة دي نحطها هنا، أصحاب المجموعة الثانية البيضة البنية دي أو الوردية حسب ما يظهر عليكم في الشاشة، الأحرف زي ما قلت لكم في صندوق الوصف. نحط القلادة هنا عشان تكون على مرأى الجميع، ونبدأ على بركة الله. هنشوف أولا عامة طاقتكم وطاقة الشخص ده عامة، بعدين نشوف نحلل الطاقة بتاعتكم بالتدقيق. هنختار الورقة التي تمثلكم والورقة التي تمثل الطرف الثاني. الورقة دي تمثل الكراش بتاعكم، الورقة دي تمثلكم أنتم. تمام، هنخلط الكروت ونشوف طاقة الكراش وطاقتكم انتم عامة عاملة ازاي. يلا كل احتراماتي يعني راجل مع راجل، ايه ده؟ تختشي واد، ما تختشي واد، لا بهزر. ان المشتركين بتوعي يعرفوني زي بهزر يعني. عامة الكراش ده بيراقبكم وعاوز يلقى حد يعني يتكلم معاه، او هو اصلا عنده صديق وبيتكلم معاه عليكم انتم. في حوار بيدور ما بينه وما بين حد بيخصكم انتم. انتم طاقتكم حاليا حالة يعني قلق وأرق وغالبا يعني عاوزين تلقوا انتوا كمان حد يدفع الكراش ده، سواء كانت ست او راجل، على انهم يتكلموا معاكم. انتم دلوقتي في حالة قلق عاوزين تروحوا له كده، انت يا ابني مش عاوز تفهم نفسك، ما تتكلم يا ابني، ما تقول لي يا ابني حاجة زي كده يعني. لا بس يعني حقيقة ان البعض منكم عنده الطاقة دي، انه خلاص زهقتم من الانتظار، زهقتم من انتظاره انه يعمل خطوة من ناحيتكم. دي كطاقة عامة بالنسبة ليكم. نيجي دلوقتي نحلل كل واحد فيكم وطاقته. نحط صورتكم هنا عشان نجيب الطاقة بتاعتكم، ونشوف طاقتكم بالتدقيق انتم وطاقة الكراش، بعدين نحلل شخصيته. طاقتكم المركزية الله. نزل الكاميرا شوية عشان تشوف كل الأوراق. أيوة كده، الطاقة المركزية بتاعتكم. زي ما قلت لكم عاوزين تتحرروا من طاقة الانتظار دي اللي انتم فيها. غالبا البعض منكم يا إما خرج من علاقة، أو هو أصلا في علاقة وعنده معجب سري، يا إما انتم معجبين بحد،
يا إما أنتم عندكم حد معجب بيكم، يا إما أنتم بحد ذاتكم معجبين بحد. دي طاقتكم العامة. البعض منكم عاوز يتنقل، يا إما سفر يا إما يغير مكان عمل أو مكان إقامة. زي ما قلت لكم أنتم في طاقة انتظار إمتى الكراش ده هيعمل خطوة من ناحيتكم، لأنه طال انتظاركم على أنه يعمل قرار أو ياخد قرار على أنه يتقدم ويعمل لكم خطوة خطوة من ناحيتكم. وسبحان الله كل الكروت بتقول نفس الكلام، شوفوا كده سبحان الله نفس الكلام، قلق وأرق من طول الانتظار، عاوزين تخرجوا بنتيجة من الانتظار ده وياخد قراره الكراش ده، اللي شايف نفسه أو شايفة نفسها. والبعض منكم عاوز يعمل خطوة، البعض التاني لا، زي ما قلت لكم عندكم شك إن الكراش ده هو أصلا في علاقة، وخايفين تلقوا إن الكراش ده عنده علاقة. فعشان كده أنتم دلوقتي في طاقة توتر، مش قادرين تصبروا أكتر من كده. تمام، ايه كمان مالكو عاوزين تضربوه؟ مالك يا بيت، ما تختيش يا بيت. قلت لكم عندكم طاقة عدم الصبر، خلاص قلت لك عاوزة تخنق ايه يا بيت، تفقعي له عينه. كل احتراماتي يعني بهزر. لا، عندكم طاقة غضب وقلق وطال انتظاركم اهو، يعني في قلبكم مرة تقولوا خلاص حلفت نظري على الإنسان ده مش هستناه أو الإنسانة دي، ومرة تانية تقولوا خلاص. بس عندكم تعب في قلبكم، محتاجين حنية، محتاجين احتواء، محتاجين تخرجوا من طاقة الانتظار دي لأنها بدأت تأثر على نفسيتكم. والبعض منكم عندكم اتنين معجبين مش إلا واحد. تمام؟ تمام. نشوف دلوقتي الطاقة العامة بتاعتكم. الطاقة العامة بتاعت الكراش بتاعكم، يلا طاقته عاملة ازاي؟ غالبا الكراش ده كان في علاقة أو كان متجوز، يا إما هو في صدد الطلاق، يا إما هو خرج من علاقة أرهقته كتير وإعجابه بيكم مديله يعني نوع من الراحة النفسية، لأنه هو غالبا دلوقتي في طاقته العامة مركز في شغله، مركز في شغله وعاوز ينسى الآلام اللي تحصل عليها أو تحصلت عليها من زواج سابق أو من علاقة سابقة. طب ما هي مشاعر الكراش ده من ناحيتكم؟ الإنسان ده معجب بيكم، أي نعم، زيكم أنتم عنده قلق ورغبة على أنه يتقدم لكم يعمل خطوة، لكن حيران جدا في ردة فعلكم، خايف انكم ترفضوا لما يقدم لكم عرض بتاعه. اوكي، طب هل الاعجاب ده اعجاب كاعجاب ولا اعجاب فيها مشاعر؟ لا، اعجاب فيها مشاعر، فيها مشاعر وفيها انجذاب جسدي كمان. طب هل هيعمل خطوة رغم الخوف بتاعه؟ شوفوا كده، هو هيحاول يعرف حاجات عنكم، يعرف شخصيتكم، يسأل المحيط بتاعكم زي ما شفنا في الطاقة العامة بتاعته، يسأل حد مقرب ليكم أو يتقرب لحد مقرب ليكم عشان يدي معلومات منه، عشان يعرف إزاي يحتويكم، إزاي يعني يتقدم ليكم بدون ما ترفضوه. تمام. طب هل حيطول على بال ما يصرح لكم برغبته على انه عاوز يرتبط بيكم؟ لا، مش هيطول،
عن قريب جدا هيعمل خطوة أهو، عن قريب جدا هياخد القرار على إنه يتحرر من طاقة الانتظار دي ويعلن لكم بمشاعره. تمام. طب هل العلاقة دي اللي هتكون ما بينكم علاقة كويسة هتخلص بترسيم؟ شوفوا كده، الإنسان ده لما هيتقرب ليكم ويدخل معاكم في علاقة هيحاول زي ما قلت لكم يحتويكم، يعرف ايه الحاجات اللي بتهمكم في حياتكم، وهل انتم الاتنين عندكم التوافق على انكم ترسموا علاقتكم مع بعض. لما يخرج بنتيجة كويسة شايفها الكويسة لكم انتم الاتنين هيتقدم ويرسم علاقته معكم. تمام. نشوف دلوقتي نصيحة الكروت ليكم بكروت دجود تارو، بأن كتير ما استعملناهمش، سبتهم عشان يجددوا الطاقة بتاعتهم. يلا التاور لاتوخ، يعني هنا الانسان ده لحد دلوقتي انتم وهو داخلين في عزله. The five of fire يعني الخمس سيوف، قلق وارتباك وخوف من حاجه مش عارفينها ايه هي. والseven of water يعني السكس، seven of cups سبع كؤوس. هنا الحكايه بتروي خلاصه ما قلناها. The tower يعني حان وقت اخراج ما بداخلكم كمشاعر، او هو يعني الكراش بتاعكم حان الوقت على انه يخرج ما بداخله كمشاعر. كمان الابتعاد عن القلق، القلق والأرق اللي انتم فيه عشان تعيشوا الحب بتاعكم. غالبا طاقة نصيحة الكروت هنا بتقول لكم انه الانسان ده او الكراش ده هو انسان كويس ليكم، وحتكون قصة حب كويسة ما بينكم انتم الاتنين. فحاولوا انكم تمتصوا طاقة الغضب والأرق والقلق ده دي والحيرة، وهو كمان عليه انه يمتص الخوف ده على انكم حترفضوه. يعني الانسان ده هو بيحسب حسابات ويعمل سيناريوهات بدون ما تقع مسبقا، فيعمل خطوة لورا، يربك نفسه بتفكيره ويرجع يعمل خطوة لورا. فالنصائح الكروت ليكم وليه على انه يعني لازم الواحد يخرج ما هو بداخله ويفصح بمشاعره. شوف دلوقتي ما هي الاوراق التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج السرطان. عاشقة اللؤلؤ أحلى بيكي، دي أدمن بتاعنا هتلقوها في الشات إن شاء الله. برج الحمل، برج التور، السيدة توتة أحمد الأدمن بتاعنا الثاني. 80% برج القوس، برج الأسد، المدلل بتاع كوكي، برج الدلو أنا، شايفين موت يا عاشقة بازر، برج الجدي، برج الحوت، وبرج الجوزاء 60%، والأبراج المتبقية برج الميزان، برج العقرب، وبرج العذراء 50%. نمر دلوقتي لأصحاب المجموعة الثانية. اللي اختاروا البيضة دي أو اللي اختاروا الأحرف الموجودين في صندوق الوصف، نبدأ على بركة الله بأصحاب المجموعة الثانية ونعمل الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الاتنين، بعدين نحلل لكل واحد وطاقته. يلا الطاقة العامة بتاعت الكراش. ما هذا يا هذا، ما هذا يا هذا، سبحان الله نفس الكارت اللي خرج لأصحاب المجموعة الأولى. غالبا الكراش بتاعكم ده
يا إما هو متزوج في حالة من الحالات، بعض الحالات من الكراش اللي لبعض الناس اللي بيتفرجوا هذا الفيديو، الإنسان ده متزوج وبحب تفكرين سلطة الفواكه، بحب التعدد يعني زير نساء، بيعجب أي واحدة تعجبه. لكن البعض الآخر الإنسان ده لأ، عاوز يدور على واحدة، لأنه هنا لكات خطخاف الأوراق دي بترمز لورقة الحظ، يعني عاوز يكون عنده حظ معاكم على إنه يرسم علاقته معاكم بطريقة رسمية. وقبل كده عاوز يلقى الطريقة أو يوصل لتفكير لإيجاد أو استخراج طريقة المثلى عشان يتقدم ليكم، يعني يكلمكم يا إما مباشرة لترسيم العلاقة، يا إما يلقى الطريقة الصحيحة عشان ما تصدهوش أو ما ترفضهوش. أنتو غالبا دلوقتي في طاقة عندي عين، عندي حسد، عندي تابع، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، فمن فضلكم غيروا الطاقة بتاعتكم دي، لأن غالبا البعض منكم يقولوا أنا عندي سحر تعطيل عن الجواز، سحر علوي سفلي وسطي، يعني حاجات بتلف وتروح وتيجي في عقلكم، فأخرجوا من الطاقة دي. غالبا البعض الاخر لا، البعض الاخر دلوقتي يا اما عملتم عمليه نزع سحر مؤخرا، يا اما انتم بتفكروا على انكم تعملوا عمليه نزع سحر او تنظيف طاقه عليكم. دي كانت يعني الطاقه العامه بتاعتكم انتوا الاثنين. نيجي دلوقتي نحلل لكل واحد على حده. يلا طاقتكم المركزية تقول مستعجلين مستعجلين على الكراش، يعمل لكم خطوة من ناحيتكم، مستنيين رسالة مكالمة تواصل من ناحية الإنسان ده، لأنكم أنتم كذلك معجبين جدا بالكراش ده أو الكراشة دي. واللي مش عارف إذا عنده كراش ولا لأ، عندكم كراش تمام. غالبا البعض منكم عنده اعوزاز مادي، مادي يعني عندكم نقص في المادة، ومستنيين يا إما أنكم تلقوا شغلانة، يا إما مستنيين فلوس توصل لكم. غالبا معظمكم هنا مطلقات أو انفصلتم بطريقة يعني مؤذية مع الإكس بتاعكم أو مع الطليق. هنا طاقة المطلقات والأرامل أكتر من العزاب تمام. أصحاب المجموعة التانية أنتم بالذات، الكلام ده قلناه دلوقتي مش هكرره، عاوزين تبدأوا حياة جديدة عشان تنسوا اللي فات، و تتغلبوا على التعلق ده اللي عندكم من الماضي أو الجرح ده اللي أثر فيكم من الماضي. غالبا هنا البعض منكم انفصل وينتظر رجوع حد كنتم معاه الأكس بتاعكم، عاوزين في نفس الوقت بداية مع الأكس بتاعكم، وفي نفس الوقت عاوزين الكراش ده يتقدم لكم خطوة. فأنتم هنا بتقولوا اللي بيجي الأول أو اللي يعمل خطوة الأول هو اللي حتكون معاه، سواء الاكس او الكراش تمام. تمام نشوف دلوقتي الكراش بتاعكم ده طاقته عاملة ازاي. على بركة الله سبحان الله، من في وقتكم جت اللقالق مش عارفة ازاي اسمهم، لموت سامعين صوت العصافير اللقلق ده مش عارفه ازاي اسمه بالعربيه، بس بالفرنساوي اسمه الليموات. نرجع للكراش بتاعكم، دفع الخير يعني في حاجه كويسه جايه لكم، يا اما هتسافروا يا اما حد من الماضي، حد مسافر هيجي لكم.
او تكون عندكم تواصل او خبر كويس يديه لكم حد في مكان في بلد تاني. تمام. الطاقة المركزية بتاعت الكراش ده زي ما انتم مندفعين، الكراش ده مندفع، يا اما يتكلم معاكم السلام عليكم السلام عليكم او حاجة زي كده، يا اما الكراش ده حد بتعرفوه وتتكلموا معاه بس عاوزينه يعمل خطوة على انه يصرح لكم بمشاعره ليكم. تمام. هو حاليا رافض اي علاقة يدخل فيها، حيران لانه الكراش بتاعكم ده عنده حد تاني مكراشي عليه، قلت لكم عنده حد تاني مكراشي عليه. الكراش ده اتأذى من علاقة سابقة، والكراش ده بتعرفوه عندكم تواصل مع بعض، لكن لحد دلوقتي مش عارف ازاي يوصل لكم فكرة انه بيحبكم، وخايف انه يقول لكم الكلام ده وترفضوا، لانه غالبا في فرق سن ما بينكم هنا، في فرق سن هنا ما بينكم. في للبعض منكم عاوزين انتم كنت وانتم رجالة تعملوا خطوة عشان ترسموا علاقتكم مباشرة مع الست دي، لكن خايفين من ردة فعلها بطريقة يعني صعبة، خايفين خوف يعني، من خايفين تخسروها، لأن زي ما قلت لكم الست دي أو الراجل ده بتعرفوه بتتكلموا معاه كل حاجة. تمام. مشاعره من ناحيتكم منتظركم منذ مدة وبيحبكم وخايف يعمل خطوة. هتقولوا لي العربة البعض منكم مشتركين جدد عارفة انكم متعودين الكارت ده في حركة، لكن الكارت ده مع ده يعني توقف. شوفوا هنا الأسد قاعد وده قاعد وده بيبص من هنا ده بيبص من هنا والفارس يبص من قدام، يعني حيرة في طريقة عمل الخطوة دي عشان يصرح لكم بحبه، فعشان كده هو دلوقتي حاير ازاي يعمل عشان يعني يصرح لكم بمشاعره. هل هيعمل خطوة؟ ايوه هيعمل خطوة، وخطوة رسمية مش الا خطوة، يعني ربما هيتقدم لخطبتكم مباشرة. The Queen of Wands. في مشكلة هنا. طيب قلت لكم في خوف رهيب من ناحية الكراش ليكم انتو، ربما انتم عندكم شخصية قوية، عندكم شخصية ترهب الواحد كده، فكده عشان كده خايف انه يقدم لكم يعني بكل مشاعره ويصرح لكم وبعدين انتو ترفضوا. طب بما انه هيعمل خطوة ويحبكم وكل حاجة، هل العلاقة بتاعتكم هتكون علاقة كويسة؟ ايوه هتكون علاقة كويسة ومتزنة وعلاقة مثمرة ما بينكم. شوفوا كده الانسان ده، الكراش ده والكراشة دي معجب بيكم من كل كيانه، يعني معجب بيكم في شخصيتكم في جسمكم، عنده انجذاب رهيب جدا على انه يحتويكم قلبا وقالبا يعني. فغالبا الكراش ده مش ناوي علاقة حب، عاوز ترسيم علاقة وجواز. تمام. نشوف دلوقتي نصيحة الكروت بكروت جود تارو. بشوش علي بشوش علي.
The Four of Earth يعني Four of Pentacles. هنا الكراش ده زي ما نشوف الشجرة دي مغروسة في الأرض والأغصان خارجة كده، بس في نفس الوقت هي ست، شوفوا كده. يعني هنا الراجل ده أو الست دي عاوزين زي ما قلت لكم ترسيم علاقة مباشرة، مش عاوزين علاقة حب، عاوزين حاجة متينة يكون فيها يعني مستقبل مزدهر. التين أوف إيرث، العشر سيوف، خوف رهيب من ناحيتكم في الارتباط، وخايف خوف رهيب من ناحيته في الارتباط. فالرجوع إلى الأصل فضيلة، حاولوا ترجعوا لربنا، تصلوا صلاة الاستخارة وتشوفوا ربنا يعني هيديلكم ايه كرؤية، لان الكارت ده بيقول لكم ارجعوا لأصولكم للجذور بتاعكم عشان تخرجوا من طاقة الوسوسة دي اللي عندكم القهري للبعض منكم. اهي دي امبرس، عندكم البعض منكم انتم او هم الكراش من اصول شريفة، يا إما من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم يا إما من سلالة الشرفاء. عندكم إحساس داخلي يا إما روحانيات يا إما جواد يا إما ملوك، بيدلوكم عبر الحلم أو عبر إحساس داخلي أو تفتح العين الثالثة أو السادسة على إنكم تحسوا بالحاجات قبل ما تحصل. فخدوا بإحساسكم، ما تكذبوش الإحساس بتاعكم وعيشوا حياتكم. كده بتقول لكم الكروت كنصيحة. نيجي دلوقتي عشان نشوف ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الثور، برج الميزان، وبرج الحوت. 80% برج الجدي، برج الدلو، وبرج الجوزاء. 60% برج السرطان، برج الأسد، وبرج العقرب. وأخيرا قوس، حمل، وعذراء. 50%. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اللي عاوز يحجز قراءة خاصة مدققة مفصلة، ما عليه إلا التواصل بنا عبر الإيميل أو رابط الفيسبوك اللي موجودين تحت في صندوق الوصف. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.